السلام عليكم متابعي قناة فادي التعليمية. راح نأخذ اليوم إن شاء الله تمرين اللي هو مركب من مجموعتين من المفاتيح، كل مجموعة تتحكم في إنارة مصباح من المصابيح. راح نناضي المصباح اللي على اليسار الأخضر من الثلاث أماكن الموجودات، طرف سلم، وسط سلم، طرف سلم، وراح ناضي المفتاح اللي على اليمين الأحمر من خلال الثلاث مفاتيح اللي تحت، اللي هي طرف سلم، وسط سلم، وطرف سلم. خلينا نشوف كيف بالنسبة للجزء الأول من التمرين. هذا الجزء الأول للضوء الأخضر، من إمكان نضيه ونشغله من أي مكان من الأماكن الثلاث. طبعا كمان نفس الشيء بالنسبة للأحمر، الأحمر راح نضيه ونطفيه من الأماكن الثلاثة، نفس الشيء برضه. هاي نفس الشيء، أي مكان باضي بطفي الضوء الأحمر. بالنسبة للتوصيل، التوصيل الدائرة راح يكون بالشكل التالي: الخط الحار الأحمر راح يصل للنقاط المشتركة في مفتاحي طرف سلم اللي على الجهة اليسار، راح نجيبه على النقطة المشتركة اللي في الجهة اليسرى، وراح نجيبه على النقطة المشتركة اللي هون. هذا بالنسبة للخط الحار فقط، هاي توصيلته. بالنسبة للنقاط الحرة في المجموعة الأولى، راح يكون في عندنا هون نقطتين حرات، راح نأخذهم على الوسط سلم ويطلعوا من الوسط سلم على المفتاح الطرف سلم اللي على اليمين. بظل في عندنا نقطة واحدة، نقطة مشتركة في الجهة اليمنى، راح نأخذ النقطة المشتركة في الجهة اليمنى، تظل ماشية على المصباح اللي راح تتحكم فيه. بالنسبة للنقطة الثانية، التوصيل الثانية وصلها للخط الحار، النقطة المشتركة، يظل في عندنا نقطتين حرات، راح نأخذهم على المفتاح الوسط سلم ويطلعوا من المفتاح الوسط سلم على مفتاح الطرف سلم. بظل في عندنا نقطة واحدة مشتركة في هذا المفتاح، راح تطلع لعند اللمبة اللي راح تتحكم فيها. بظل عندنا بس البارد، البارد راح يتوزع على المصابيح في الوصلة هاي، راح يصل المصباح الأول اللي على الشمال الأخضر، وراح يصل أيضا على المصباح اللي على اليمين الأحمر، وبتكون هيك الدائرة، شرح الدائرة اكتمل.